وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد حسن شرف، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تطلعنا على آخر أحوال الطقس التي تشهدها المملكة وتوقعاتكم خلال الساعات القادمة للحالة الجوية. أول شيء مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا نفس ما ذكرتوا تأثرت المملكة بأمطار من بعد منتصف الليل، وكانت رعدية مصحوبة بهضات شديدة السرعة. بدأت تقل التكونات خلال الصباح، وثم رجعت التكونات مرة أخرى من بعد الظهيرة، واستمرت حتى وقتنا الحالي التكونات لا زالت موجودة، وأيضا الأمطار متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة. وطبعا الأمطار مثل ما ذكرت متفاوتة الشدة. بالنسبة للساعات القادمة إن شاء الله، طبعا متوقعين إن شاء الله راح تستمر الحالة حتى فجر يوم الخميس. طبعا الحالة إن شاء الله راح تضعف من بعد منتصف هذه الليلة، وتكون الحالة يعني لا زالت موجودة، ممكن تأثر على المناطق البحرية ممكن بشكل عام من بعد منتصف الليلة، لكن الحالة لا زالت موجودة من الآن حتى الفجر إن شاء الله. وطبعا ننصح المتابعين والجمهور الكريم باتباع الإرشادات السلامة، وخصوصا سياقة المركبات بحذر، خصوصا عند التجمعات المائية الموجودة، وتجنب الأنشطة الخارجية والبحرية. نعم، السيد محمد حسن شرف، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.